ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي خطير. حريق يلتهم كاريان رحمنا بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء. شهد كاريان الرحامنة بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الاثنين حريقا مهولا، وحسب شهود عيان فقد اندلع الحريق المهول بشكل مفاجئ في الحي الصفيحي الذي يضم عشرات البيوت العشوائية قبل أن تساهم الرياح في انتشاره بشكل سريع. وأضاف ذات الشهود أن عناصر الوقاية المدنية حلت على عجل بعين المكان لإخماد الحريق الذي أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة ولم يسجل أي خسائر في الأرواح. وجدوا بكاريان دراعو، كاريان دراعو اللي من دلع فيه النيران في هذه اللحظات بشكل كبير، الشيء اللي استدعى استنفار أمني كبير جدا هنا بالمنطقة. الشرطة التقنية والعلمية وكذلك رجال الوقاية المدنية السلطات المحلية، الكل 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 متواجد هنا بهذا المنطقة المدنية من أجل لاحظوا معايا لاحظوا معايا كما قلت مجهودات كبيرة بذلت من طرف رجال الوقاية المدنية وكذلك الساكنة من أجل احتواء هذا الحريق اللي كان هنا في كاريان دراعو بمنطقة سيدي مومن. لاحظوا معايا الشباب اللي ساهموا في إطفاء هذا الحريق وإخماد هذا الحريق. لاحظوا معايا تحية لهم بكل صراحة، تحية لهاد الشباب هادو على المجهودات اللي قاموا بها وساهموا يعني بالوسائل البسيطة ديالهم ولو بسطلة ديال الماء. هاد الشباب هادو ما كانش عندهم شي حاجة سميتها الخوف، بل كان عندهم شي حاجة سميتها الشجاعة، شي حاجة اللي سميتها خصنا نقضوا الكاريان او المنازل الصفيحيه ديالنا من هذا الحريق هذا اللي كاد انه ياتي على الاخضر واليابس لولا الالطاف الالهيه وكذلك كما قلت تدخل رجال الوقايه المدنيه وساكنه المنطقه اللي قاموا بمجهودات كبيره. الحدود هذه اللحظه الاسباب غير معروفه الحدود هذه اللحظه هذه. إذن لاحظوا معايا الشرطة التقنية والعلمية اللي حاضرة في هذه اللحظة هنا بالمنطقة